حاليا احنا كنا واقفين، وقفنا مثلا حوالي زي ربع ساعه بس كصوره بنقدمها لرئيس الجمهوريه وللوزاره بان احنا برضو رجاله وهنشتغل ومش هنقف، وبنرجوهم ان هم يقعدوا معانا عشان يحلوا المشاكل اللي بيننا وبينهم، واذا ما تمش نضطر اسفا ان احنا هنغلق من يوم 16 ان شاء الله كله هيقف. احنا حوالي 23,000 مخبز في القاهره، فهم كل دول اللي هيقفلوا. الوزير يجي يقعد معايا، وعايز مرسي يجي يقعد معايا عشان نقدر نحل اللي ما بيني وبينه. انا مش عايز مشاكل، انا عايز احل اللي حصل، ان في عقد جديد هيتعمل على اصحاب المخابز، وهو عقد احتكار برضو كما قبله من ايام علي مصلحي ضد اصحاب المخابز برضو. ففي العقد ده بعض البنود عايزين نغيرها، ولينا بعض المطالب عند الوزاره. نمره واحد بالنسبه للعقد، في بنود فيه لازم تتغير للعقد الجديد. نمره اتنين التكلفه من 80 ل 120، من 80 جنيه ل 120. نمره ثلاثه الحوافز اللي موجوده عندهم، يعني احنا لينا 400 مليون عند الوزاره ما بتصرفهاش. في بقى المنظومه الجديده اللي هو عايز يحاسبنا عليها، اللي هي 34 قرش للرغيف. هو هيحرر الدقيق، هيديني الدقيق الطن ب 3000 جنيه، ما عنديش مشكله، انا هاخد الدقيق ب 3000 جنيه تمام، وهنتج لك العيش. حلو الكلام؟ نظير ان انت هتاخده مني ب 34 وهترجع انت تبيعه للشعب بشيله. ماشي، مفيش مشكله. الفرق ال 34 من شيلين يبقى في 29 قرش، المفروض ال 29 قرش دول بتوعي، هاخدهم ازاي؟ لغايه وقتنا هذا في المنيا اتجربت بقى لها دلوقتي 3 اسابيع ما قبضوش، قبضوا يومين اتنين بس. طب وبعدين؟ طب انا هدفع لك كل يوم عشان انتج لك وما تدينيش، طب انا مش هشتغل ازاي؟ مش هعرف اشتغل ولا هعرف انتج. احنا حاليا دلوقتي ادينا مهله للحكومه حوالي 15 يوم بحيث انها تغير بنود العقد، ونقعد مع الوزير ونشوف البنود اللي ما بينه وما بينهم، ونحاول نحل. سلام عليكم. ونحاول نحل المشاكل اللي بيني وبينهم.